بسم الله الرحمن الرحيم. مجدي راشد المحامي بالنقد والمرشح نقيبا لمحامينا مصر. أسباب رد القاضي أحمد رفعت، فأنا سبق وأن أبديت أسباب في الجلسة السابقة، ومنها أن قيام السيد القاضي بتوجيه أسئلة إيحائية للشاهد، والله أنا من حقي أن أبدي أسباب القانونية من وجهة نظري. فالأسباب الإيحائية وهي بتدور في فلك إيه للشاهد بما هو معناه، هل يمكن أن تشهد على سبيل القطع والجزم والقطع واليقين أن فلان هو الذي قام بقتل الثوار، أو أن جهة الفلانية هي التي قامت بقتلة الثوار؟ هذا سؤال، دي إجابة مش سؤال. وهذا السؤال من وجهة نظر القانونية يترتب عليها تجريد الشاهد من شهادته وإملاء شهادة معينة على القاضي، فإن القاضي يفتقد صلاحيته في الفصل في القضية إذا تجرد من الحيدة أو كان تصرفه موصول بالميل أو هوى طبقا لأحكام القانون. فأنا في تقدير القانوني فإن هذا السؤال الإيحائي حتى وإن كانت اختلفت صيغته فهو في مرماه توجيه إلى إجابة معينة. هذه من واحدة. ومن ناحية أخرى، إن قيام سيادة القاضي المطلوب رده بكونه يخاطب أحد الأساتذة المحامين الشباب الملتزمين وقوله له إذا أنت كنت عندي في الجامعة كنت منعتك من حضور المحاضرة لآخر السنة، هنا أنا في تقديري وتكييف القانوني إن القاضي تخلى عن حصانته وتخلى عن ولايته القضائية، فلم يكن هناك قاضيا يخاطب متقاضين، ولكن أصبحنا في قاضي مدرس يكلم تلاميذه، وهذا التخلي يجرده ويفقد صلاحيته في الفصل في الدعوة. فضلا عن أنه كون سيادة القاضي بأنه صواح تلميحا أو تعريضا أو تصريحا بإحالة الدعوة المدنية إلى محكمة أخرى، لا، هذا كلام مرفوض، وينبئ ويفصح على أن هناك اتجاه في القضية، لأن القانون عندما أتاح لأن القاضي يحيل الدعوة المدنية المختصة، فهناك ضوابط وتخوم، إنما لا تكون بتهديد ووعيد. وهناك أسباب أخرى أنا مش هقولها دلوقتي، لكن قلتها في غرفة المداولة وأثبتها في محضر الجلسة، وهي أنا مش بقولها عشان بخاف من حد، أنا ما بخافش غير من ربنا سبحانه وتعالى، ولكن دي أسباب قانونية هي الغاية التي من أجلها شرع المشرع أن تنعقد دعوى الرد في غرفة المداولة، والله المستعان.